السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساء الخير على اهل الخير. هلا بالطيبين الغالين الحلوين الزينين الطعمين. شلونكم؟ طيبين؟ الله يجعلكم في الجنه ويرزقكم فلوس باليد. يلا مقدمه طويله لكن تستاهلون اطول. حبيبي حاول تسعد نفسك بقدر المستطاع بكل الاسباب والاساليب المتمكنه والمتوفره. حاول ان تسعد نفسك، انت تستطيع. سر الى الامام ونحن معك الامام. حاول تسعد نفسك، اقسم بالله العظيم ما احد يحرص على سعاده نفسك مثل نفسك. بادق التفاصيل المتوفره الممكنه في يومك اسعد نفسك. والله العظيم فلها يا اخي وربك حلها، انبسط واستانس بالحلال. لحظه، ما قلت بالحرام، بالحلال، لان الحرام يسلب النعمه لذه الحرام، والحرام يسلب النعم نعمه النعمه، يقول ابن القيم، وكلام ابن القيم قيم. فهمت؟ استمتع بحياتك لان الحياه قصيره. لان نفسيتك اذا كانت سيئه تعاملك شيء سيء مع الناس. والله العظيم حاول تعدل نفسيتك، ايش الاسباب اللي مسببت لك النفسيه هذه؟ حاول تعالجها. ترى حتى مرض الجسم، يعني اسال الله يجزي مرض الجسم، سبب نفسيه تعبان. يجاك ضرسك، لو واحد يناظر فيك كذا قلت خير يا ابوي قوم بوكس. عرفت؟ احيانا يعني الامراض الجسديه، احيانا مشاكل اجتماعيه ومشاكل عمليه ومشاكل مع الكل. افعل اسباب كلها، العلاج مشكلتك. ما في علاج، ما في حل. طبعا مع هذا الرضا. ادري ان سوالف كذا، لكن بعض المشاكل اللي في حياتنا في يومنا يحتاج ان نتعايش معها او نهملها. اسحب عليها سيفه. طلع بعض المشاكل مع الناس، مع قريب، مع صديق، بعض القضايا اسحب. بس لا تعطي كل مشكلة أكبر من حجمها. وإن كان حجمها كبير ولا لا حل، عطها سيفون. آسف على الشفافية الصراحة، ما في حل. تسوي طيب؟ أقسم بالله عشان تنبسط يا شيخ، أنت بتوقف على كل مشكلة بضيق صدرك. قسم بالله يا أخي الحياة مرة واحدة العمر يا أخي، انبسط استانس. ما دامك تصلي بر بوالديك وراضين عنك، ها؟ مبتعد عن الحرام، متقي قدر المستطاع. خلي الناس يا أخي، الناس غير لا تدرك. مطالب الدنيا ما تلحق، راحوا اللي قبلنا ما أخذوا الدنيا ولا حازوها، ويوم حازوها راحوا خلوها. والله يا رجال انبسط واستانس، عيش حياتك. الحياة مرة واحدة ما تسوى، أقسم بالله. أحيانا المشكلة تصير على راسك مثل الغمامة، وين ما رحت إلا تسافر معك، أنت سافر تفوت بالله المشكلة تتذكر الوصخ الشيطان. بيحزنك، ليحزن الذين آمنوا، هذه لعبته هو. عرفت؟ وش تسوي؟ حاول إنك تطلع وضعك، لازم تنسى. ترى كل شيء مع الوقت، يعني إن شاء الله بإذن الله. يحتاج وقت، الدعاء، دعاء من جدك انت، من صدقك، والله صدق. عليك بالدعاء، عليك بصلاة الليل يا اخي. الشكوى لله جبر، قسم بالله تتعافى القلوب بالشكوى لعلام الغيوب. حلوة، تتعافى القلوب بالشكوى لعلام الغيوب. في الاخير من الليل الله تغير اموره عدل عندك، بس انت مقصر بحق نفسيتك، زينها بالزين.